رجعنا سريعا منورنا النهارده في الاستوديو استاذ او دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المساء. مساء الفل على حضرتك يا دكتور. اهلا، مساء الفل عليك وعلى جماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي وقناه الاهلي، وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه جيم الاثيوبي. ان شاء الله تكون مباراه سهله ان شاء الله باذن الله. يمكن من اهم الملفات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت او في الايام اللي فاتت هو تعاقد النادي الاهلي مع المدير الفني الاوروغواياني مارتين لاسورتي. هو طبعا المدير الفني اللي كان منتظر من قبل جمهور النادي الاهلي اللي بالهم كتير قوي بينادوا بالتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للمدير الفني المقال صحيح باتريس كارتيرون. شفت ازاي تعاقد النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي مع لاسورتي؟ والله هو الاهلي خلف كل التوقعات. صحيح. كان كل شويه حد يطلع يقولوا مع فييرا مع بريرا مع اسماء كتير قوي، اجتهادات كتير جدا في الفتره وأسماء اللي كتير تم طرحها من قبل الاعلام سواء المواقع او الجرائد وتاكيدات كل شويه نلاقي صحفي طالع وتاكيد وكلام ده موثوق فيه 100%. هو كل واحد من الزملاء كل واحد بيحاول يجتهد وبيبص من منظور او من ناحيه معينه لقدوم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وبيقول وبيطرح اسماء، والاخر الاهلي فاجئنا بمدير فني ما كانش مطروح اسمه على الساحه تروح اسمه خالص لاسارتي مارتن لاسارتي، وطبعا ما كانش في الحسبان خالص اصلا حقيقي. وطبعا كل الشكر للجنه التعاقدات سواء الموجوده او اللي مشوا اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي كلهم اعتقد يعني بيحبوا الاهلي وكلهم بيأدوا عملهم باخلاص وعشان النادي الاهلي يرتقي ويعني يسطع ويتطلع الى مكانته المفضله في الدوري مره ثانيه في الصداره. وفضل له طبعا يعني ماتش يعني 4 5 ماتشات مؤجلين، فدول هيدوا له الاولويه والافضليه. هو في المركز السادس مع المقاولين بفرق ان في ماتش بينهم، فالاهلي لديه 23 نقطه و يعني ان شاء الله ومتصدر جدول ترتيب الدوري نادي الزمالك معاه 35 نقطه بفرق طبعا 3 مباريات لنادي الزمالك لعبهم اكتر من النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لتصريحات مارتن لاسارتي خلال المؤتمر اللي تم تقديمه فيه، يمكن كان اول امبارح كان يوم لقاء النادي الاهلي والنجوم اللقاء اللي بتاعته عن فوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين. من اهم الكلام او التصريحات اللي طلع بيها مارتن لاسارتي قال ان هو لما عرف او لما جاله طلب ان هو يجي النادي الاهلي كان سعيد جدا وفخور جدا ان هو هينتمي لنادي بيعد من اكثر الانديه تتويجا بالبطولات في العالم. قال ان هو عارف ان دي مسؤوليه كبيره، وعد الجمهور انه هيرجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، وطبعا اي مدير فني او اي مدرب سابق له الخبره في انديه اوروبيه او عربيه له الشرف ان هو يجي النادي الاهلي. اولا النادي الاهلي كمجلس اداره بيقوم بتوفير الامكانيات وبدا بالفعل بحصد 3 صفقات او بالتعاقد مع 3 صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي، وكان في بينهم صراع مع انديه ثانيه ولكن الاهلي نجح واقتنص 3 صفقات محمد محمود ومحمود وحيد والاخير جيرالدو الانجولي مهاجم اول اغسطس وبيلعب، الراجل ده سريع جدا وله مميزات كتيرة ويمكن لو في فرصة نبقى نتكلم عن مميزاته. التلات لعيبة دول أكيد كابتن مارتن لاسارتي، هو كان في اختلاف بس عشان نبقى عارف برضو الناس في قالوا لاسارتي ومرة يقولوا لازارتي، لا هو لاسارتي، هو لاسارتي فعلا. أنا اتصلت بالكابتن محمد مرجان مارتين، اتصلت أنا بالكابتن محمد مرجان ليلة قبل المؤتمر بليلة فبقول له عشان يبقى احنا طالعين صح دايما، قال لي لاسارتي بالاس، قلت له خلاص يبقى كده هيبقى لاسارتي على طول. فكابتن لاسارتي أو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الأرجواني، الراجل لديه امكانيات ولديه تحفز يعني تحفيز جامد، وان شايف ان النادي الاهلي من اكبر الانديه الافريقيه والحاصله على بطولات افريقيه كثيره وبرضه حاصل على بطولات محليه كثيره وشارك في مونديال الانديه 3 مرات. فالاهلي بالنسبه له هيبقى هو قال ان الاهلي انا جاي عشان ما رفضتش تدريب الاهلي ولا اي حاجه، وتم الاتفاق كمان ان هو يطلع من مرتبه مدرب الاحماء ومدرب المساعد اللي معاه، فده
كان في خلافات من المدربين السابقين او في كلام على المدربين السابقين انه واحد عايز يجيب الجهاز كله من معاه جهاز كله اجنبي معاون عايز يجيب مش عايز يدخل حد. خلينا نتكلم عن فكره ان مدير فني جديد يجي ومعاه جهاز فني كامل جديد من غير ما يكون في يعني في جهازه المعاون مدرب مصري عنده خبره وعنده درايه بلاعيبه النادي الاهلي وعارف ايه اللي بيحصل وكواليس طبعا النادي الاهلي، هل ده كان هيكون لصالح النادي الاهلي؟ بكل التأكيد ان ما يكون في مدرب موجود زي كابتن محمد يوسف. صحيح. راجل خبره وراجل كان قاد الاهلي في 2013 وخد طبعا اخر بطوله افريقيه 2013 حصل عليها واللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي ونتمنى أكيد. طبعا ان شاء الله نوصل هذا الموسم الى النهائي الافريقي او دوره ابطال افريقيا وكل الامنيات للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله في بدايه انطلاق الدور ال 32 في دوري الالعاب في دوري افريقيا او دوري أبطال أفريقيا. وجود المدرب الفني أو مساعد مدرب أو في أيا كان في الجهاز لازم يكون في مدرب موجود عارف الفرقة من الأول، عارف شخصية كل لاعب، عارف إمتى بيتعامل مع اللعيبة، هيدي كل المعلومات وكل الداتا وكل الأشياء عن كل لاعب، مهارات اللاعب، إمتى يلعب، إمتى يدفع بده، إمتى هو طبعا الكابتن مارتين لاسارتي. صحيح. هيلعب بطريقة أو بيحاول هيفضل عايز يلعب بطريقة 4-2-3-1 وعايز يغير في طريقة اللعب حسب وفي تصريحاته اللي قالها حسب إمكانيات كل نادي، يعني ممكن في نادي الزمالك طبعا أكيد هيبقى ليه توليفة وهيبقى ليه شكل تاني، مثلا الأندية الكبيرة بيبقى لها شكل تاني، إنما الأندية ممكن تكون الأندية الأقل في المستوى الفني ممكن يكون لها طريقة تانية وممكن يدفع ببعض اللعيبة ودي طبعا تبقى رؤية فنية بحتة للجهاز الفني. بنقول وجود الكابتن محمد يوسف مرة تانية في الجهاز هتبقى حلقة وصل. الكابتن سيد عبد الحفيظ مش ممكن هيقوم بمهام فنية ومهام إدارية. صحيح. الراجل مدير كورة هيبقى مسؤول عن مثلا لما يكون بيسافر أفريقيا هو الوقت يسافر هو والكابتن سمير عدلي. صحيح. عشان يظبطوا الملاعب وعشان يظبطوا الأماكن الإقامة، ولكن وجود عنصر في الجهاز الفني وهو كابتن محمد يوسف في جهاز الأرجواني مارتين لاسارتي ده اكيد هيبقى مكسب للنادي الاهلي ومكسب للمدير الفني انه يتعرف اكتر ويبقى في صله او يعني او هتبقى الدايره هتبقى صغيره بين كابتن محمد يوسف ومارتين لاسارتي، هتبقى دايره القرب بسيطه والكلام هيبقى منقول. صحيح. وهيبقى هو همزه الوصل ما بينه وما بين اللعيبه وما بينه وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس الاداره لاحتياجاته هو عايز ايه. وطبعا في حاجات كتير لسه، هو سافر الراجل سافر يومين ثلاثه وهيرجع تاني هيرجع يوم 27 ان شاء الله وعشان يستلم المهمه رسميا من 28 باذن الله من الكابتن محمد يوسف. اعتقد ان هو هيحضر مباراه الداخليه في الدوري وهيقود الليله اعتقد يعني هيقود ماتش الداخليه لو اتاجل من يوم 26 ليوم 29 بالفعل هو هيجي 28 ويستلم المهمه وهيقود المباراه الداخليه في الدوري ان شاء الله. وكل الامنيات للنادي الاهلي في الماتش القادم ان شاء الله. مارتين لاسارتي من مدرسة القروية بتهتم جدا أو بتعتمد على اللعب الجماعي على القوة على المهارة في الكرة مش على النجم الأوحد في الفريق، شايف ان ده ازاي هيتعامل او هيتماشى مع النادي الاهلي ومع فريقه؟ اكيد طبعا الاهلي طول عمره بيعتمدش على اللاعب الاوحد او اللاعب او النجم الاوحد زي ما بيقولوا، لا الاهلي لازم يبقى لعبه جماعي، لازم يبقى في روح جماعيه، لان الماتش اللي فات بالذات بتاع النجوم حضرتك شفتيه والجماهير كلها شافته جماهير النادي الاهلي ان الشوط الثاني كان احسن بكتير من الشوط الاولاني وكان في يعني كان في فرص محققه ضايعه مختلفين تماما. يعني شوطين تحسي ان ده شوط وده شوط يعني ممل وما فيهوش اي حاجه يعني هو جه في مثلا هدف اول للنادي الاهلي في الشوط الاول واللاعب نام تاني او اللعب يعني تاثر بوجود عدم وجود مهارات، ولكن في النهايه كان الشوط الاول بيتسم بالملل يعني نوعا ما، انما الشوط الثاني كان افضل كتير في المستوى الفني في الاداء الفني في القدرات الفنيه للاعبين وطبعا بنزول اثنين مهاريين جدا في الهجوم وليد ازارو. صحيح. واللي لم يحلفه الحظ في احراز هدفه، وده بيفكرنا بدايته في النادي. صح. الاهلي لما جه وكان لسه يعني ما بدأش يمكن صاحب السنه اللي فاتت في بدايته وليد ازارو تعثر في احضار اهدافه، ولكن النادي الاهلي كان يمكن فيه غضب جماهيري كبير جدا على وده برضه بيفكرنا بفلافيو. صح.
صحيح نفس القصه، وكان كل اللي بيرد وقتها كان بيقول افتكروا فلافيو. فلافيو بصراحه كان نفس قعد شويه يجي شهرين برضو، وقعد ضيعت منه فرص وبتاع، ولكن النادي الاهلي كان قعد موسم كامل كمان يعني شهور شهور انه ما يحرزش اهداف، ولكن موسم واحد احرز فيه هدف واحد بس في المحل، فهو بدا يتاقلم بعد كده. في لعيبه ما بيجيلهاش بس الموضوع مختلف يعني، احنا دلوقتي مش بنتكلم عن وليد ازار ان هو لسه هيتاقلم، هو اكيد ممكن يكون عشان متاثر بالايقاف، الايقاف مباراتين افريقيا والموقف اللي حصل معاه، ويمكن اثر نفسيا عليه، ويمكن الكابتن محمد يوسف قعد معاه وقعد يكلمه الموقف ده ما ياثرش عليك نفسيا وتلعب وتدوله فرصه ان هو. في ناس ثانيه بتشوف ان مش بس دور المهاجم احراز اهداف يمكن من اهم مميزات وليد ازار، انه بيفرهد كل المدافعين الفريق المنافس، عنده لياقه بدنيه عاليه وعنده سرعات وبيحاول يخترق المرمى او بيخترق الدفاعات اللي قدامه المدافعين باي طريقه، بيخلق مساحات فعلا وبيستغل هو المساحات مع زمايله سواء صانع الالعاب سواء لي سليمان او سواء مون زكريا او عمرو السولية او المجموعه بتاعه النادي الاهلي واحمد الشيخ اللي ظهر صحيح مروان محسن كمان. مروان محسن فعلا جاب اللي عنده زي ما بيقولوا في الماتش اللي فات، وظهر وضاع منه يعني اكتر من جون مع قرب انتقالات يناير، يعني كان في جرس انذار لكل اللعيبه فعلا، كل واحد لازم يبين نفسه ويشوف ويوري الناس قد ايه هو يستحق ان هو يبقى ما بين صفوف النادي. ممكن يكونوا ما كانوش واخدين الفرصه ايام باتريس كارترون المدير الفني الفرنسي السابق للنادي الاهلي، كان هو واخد عهد على نفسه انه في لعيبه معينه كده كانت مركونه، منهم احمد الشيخ ومنهم مؤمن زكريا اللي هو عاد طبعا بعد فسخ عقده مع اهلي جده. بنقول ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله هيشهد تطورات، هيشهد تعديل. صباح الجمعه كان في الفيصلي، كان في الفيصلي الفيصلي معلش سوري. هيشهد النادي الاهلي الفتره القادمه هيشهد تطوير، هيشهد تقدم في المستوى الفني، هيشهد تطوير بوجود المدير الفني الجديد. اعتقد ان النادي الاهلي هيبقى فيه التزام، هيبقى فيه بالرغم من حصل موقف بتاع مؤمن زكريا اللي فات في ماتش النجوم لما قلع الفالينا. لما طيب يعني يمكن ده بس يعني من شده فرحته وقهرته يعني بعد صيام تهديفي طويل صحيح، يعني ممكن يكون هو ده يعني هو ده اكيد اللي حس بيه اللاعب. بس برغم كده برضو كابتن سيد عبد الحفيظ وقع عليه عقوبة ماليه. بصي هي بصي المدير الكوره الشاطر او المدير الفني الشاطر ما يفرقش في توقيع العقوبات او الغرامات او الثواب او العقاب في اي وقت واي لاعب، عشان يبقى كله سواسيه، عشان ما فيش لاعب يحس انه مضطهد. كابتن سيد كان ليه تصريح ذكي جدا، قال انا فعلا سعيد جدا بعودته بس برضه هيتعاقب. يعني هو بيضرب عصفورين بحجر الكابتن سيد عشان ما يزعلش اللاعب ويقول له انت كويس جدا، وهو قال نفسه كابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب ده هيشهد، وانا بقول بضم صوتي لصوت الكابتن سيد عبد الحفيظ ان المؤمن زكريا هيشهد او النادي الاهلي هيشهد مؤمن زكريا بصوبه الجديد بعد عودته وتألقه، وان شاء الله هيكون في المباراه القادمه في المباريات القادمه هيكون مؤمن زكريا يعني هيبقى ورقه رابحه للنادي الاهلي وصانع العاب جيد جدا من النوع الممتاز، وبيخترق دفاعات اي فرقه قدامه، بيقترب من المرمى بصوره يعني تحس هو ليه خبره لعبه في الفيصلي ولعبه في الاهلي قبل كده ولعبه وهو جاي يعني توليفه بتاعت مؤمن زكريا او صحيح. او كلاعب عنده مؤمن زكريا مجموعة ده في خبرات. يوم من الايام كان الاعلام كله صبح ليل نهار اعلام رياضي ما فيش غير مؤمن زكريا مؤمن زكريا اتخانق، مؤمن زكريا زعلان، مؤمن زكريا غضبان من الاهلي، مؤمن زكريا مش عايز يجدد، تنافس الاهلي والزمالك على مؤمن زكريا، وكان في حاجات كتير جدا. يمكن في وقت من الاوقات كان مؤمن زكريا بيتصدر مشهد الرياضه او الساحه الرياضيه، الاعلام الرياضي فعلا زيه زي لعيبه كانت موجوده على الساحه، منها رضا عبعال اللي جه الاهلي ب 625 الف جنيه وكان اغلى لاعب في هذا الوقت وهذا الجيل، ومنهم لعيبه كتير اللي راحت للاهلي وراحت للزمالك. فهو مؤمن زكريا كان زي ما بيقولوا ورقه اعلاميه لكل المواقع ولكل القنوات ولكل الجرايد. فكابتن مؤمن زكريا ربنا يوفقه مع كل مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وهو صانع العاب جيد جدا، وهو اعتقد يعني هو مؤمن سليمان
هو وليد سليمان تقريبا بيعملوا ثنائي كويس جدا برضو، ما مخلش وليد سليمان حقه لانه غايب كان بقاله كام ماتش لاصابته، وربنا يوفقه ان شاء الله الفتره القادمه. مؤمن سليمان حقيقي مؤمن وليد سليمان من يعني الاثنين دخلوا في بعض كوننا اسم جديد. وليد سليمان حقيقي من اللعيبه اللي يعني لا خلاف عليها خصوصا في الموسم الحالي. الموسم الحالي وليد سليمان من اللعيبه المحترمه، اللعيبه المجتهدين، اللعيبه اللي لديهم صبر وطوله بال، وادى بلاء حسن خلال الماتشات اللي فاتت وبالذات في افريقيا وبالذات في الدوري. وطبعا كان بيقول لي اجيري بيقدم ورق اعتماده لاجيري المدير الفني المنتخب، ولم يلتفت له اجيري. يعني انا كان عندي صانع العاب جاهز، راح اجيب واحد انا ما بيلعبش في ماتشات، انت عندك راجل بيلعب افريقيا وبيلعب دوري عام وبيلعب دوري، وكنا كان في اوقات الاهلي بيلعب اربع بطولات. صحيح. يعني عرب، بطوله عربيه، بطوله دوري العاب، بطوله ابطال افريقيا، بيلعب في دوري العام وبيلعب في كاس مصر. صحيح. اربع بطولات، وكان صانع العاب، وكان بيجيب اجوان، وكان بيشوف اتظلم، ومتخصص ضربات ثابته في النادي الاهلي. ما خدش حقه بعدم انضمامه للمنتخب المصري. واعتقد يا رب الايام اللي جايه لو ان شاء الله مصر تنظمت كأس الأمم الأفريقية أو بطولة الأمم الأفريقية، هل تتوقع أن ده حاجة ممكن تحصل؟ يعني إحنا مش عارفين ندخل الجمهور ماتشات الدوري العام، إحنا سامحين بخمس تلاف إحنا شخص بس يدخلوا المباريات، وكمان 5000 دول من 3.5 مفروض يكونوا أعضاء في الأندية. يمكن الموضوع أكيد مش بسهولة دي. هقول لحضرتك الحاجة، هو طبعا أنا شايفة أصلي تفاؤل كبير قوي في الإعلام وفي الصحافة بيتكلموا عن إمكانية تنظيم مصر لبطولة مهمة كان 2019. الموضوع مش بالسهولة دي أبدا. بعد انسحاب الكاميرون من تنظيم البطولة، أو بعد سحب الكاف بالأصح، يعني القرار الصحيح بعد والمغرب سحب كمان، بعد سحب الكاف البطولة من الكاميرون لعدم جديتها في بعد زيارة للملاعب اللي تم يتم إنجازها والتطوير المناسب لبطولة الأمم الأفريقية. وطبعا هيبقى فيها 24 فريق طبعا، أو لا 32 فريق طبعا، هتبقى بطولة تقيلة طبعا. 24 ولا 32؟ 24 ماشي. انا بس المعلومه دخلت معايا، عشان هيبقى ده اول مره يلعبوا 24 فريق يلعبوا في البطوله. يعني محتاج انت على الاقل 6 ملاعب، يعني هيبقى 6 مجموعات، 6 في 4 هيبقى ب 24، يبقى انت محتاج 6 ملاعب على الاقل. مصر اعلنت ان هيكون في القاهره، اسكندريه، السويس، اسماعيليه. هو ده كله اجتهادات برضه زي ما انا اقول لحضرتك. واتحاد الكوره عنده اجتماع ان شاء الله يوم الجمعه القادم. لا، الكلام ده كان من اتحاد الكوره. اتحاد الكرة، ما انا هقول لحضرتك بقى، هنمشي رسمي بقى ونتكلم رسمي ونتكلم الكلام الصحيح. الدكتور اشرف صبحي لما تم سؤاله بعد ما انسحب او سحب البطوله من الامم الافريقيه، انا حتى حاولت اكلمه او اكلم حد من الوزاره، طب يا جماعه قولوا لنا الوزاره هتستعد. طبعا صعب ان انا اخد قرار في يوم وليله، لازم اخد راي الحكومه، موافقه الحكومه الاول ان انا هنظم. والاهم اكيد الموافقات الامنيه. ما انا بقول لحضرتك، ما هي دي موافقه الحكومه، لو الحكومه وافقت اكيد وزير الداخليه بيبقى قاعد في اجتماع مجلس وزراء، يا جماعه احنا هننظم بطوله الامم الافريقيه، ايه رايكم؟ وزير الرياضه بيتقدم بطلب رسمي للحكومه. والله اذا الحكومه وافقت اهلا وسهلا، بس في 100 خط تحت زي الجماهير زي ما حضرتك بتقولي. احنا في الدوري، ايوه، احنا نتمنى كاعلام وكصحفيين وكميديا وكجماهير ان مصر ترجع تنظم، لان مصر لها الرياده في تنظيم البطولات الافريقيه والعالميه والدوليه في كل الالعاب الرياضيه واولهم كره القدم. احنا نظمنا 2006، نظمنا دورة الألعاب الأفريقية 1991 وكان فيها كل الألعاب، ونظمنا كأس عالم 2008 كأس عالم للشباب، ونظمنا كأس عالم للناشئين 97. يعني 4 بطولات كبار جدا نظمناهم، ومصر عندها او لديها الامكانيات والقدره من البنيه التحتيه والاستادات والرياضات انها تمثل، والفنادق. ويبقى بفضل الجماهير اللي هي كان حصل ازمه من بعد موقعة 2012 2012 بعد موقعة او مش عايز اقول مذبحة بورسعيد، راح ضحيتها 74 شخص ان شاء الله في الجنة باذن الله، فربنا يرحمهم ويغفر لهم. الامن طبعا كتر خيره، والدنيا كانت بعد ثورة يمكن توقفت الرياضة المصرية كلها لسنين. طيب خلينا بس يا دكتور نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نتكلم في الملف المهم ده. اتفضل. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.
رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم لقانا مع دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المسا. كنا بنتكلم عن تنظيم مصر لبطوله الكان 2019 او بطوله امم افريقيا 2019. كنا بنتكلم قد ايه مصر مستعده، اكيد طبعا لو بنتكلم على مواصلات، بنيه تحتيه، فنادق، من الملاعب المستضيفه للقاءات. كنا بنقول كمان ان يمكن اتحاد الكوره اتكلم عن الملاعب اللي ممكن تستضيف المباريات في القاهره، في اسكندريه، في السويس واسماعيليه. اكيد مصر مستعده من حيث الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. يمكن العقبه الوحيده اللي بنتكلم عنها هي الجمهور. اكيد بطوله مهمه زي دي اهم حاجه فيها هو الجمهور. الجمهور ازاي يقدر يحضر المباريات، وازاي يتم تامين الجمهور، تامين كمان المنتخبات القادمه للمشاركه. احنا بنقول 24 منتخب او 24 فريق هيحضروا للقاهره، استعباد طبعا امنيه. واكيد طبعا القرار في الاخر هيرجع للجهات الامنيه، هل هتقدر ان هي او احنا ظروفنا تسمح في الوقت الحالي ان احنا نامن الفرق دي والملاعب والجماهير ولا لا؟ والله انا يعني زي ما حضرتك قلتي في قبل الفاصل، بتقولي ان في تفاؤل اعلامي او تفاؤل من ناحيه التنظيم، واحنا نفسنا ننظم بطوله عشان نزيل حته ان الجماهير صحيح ما بتحضرش، الجماهير بتيجي، وعشان كمان هو هي البطوله هتبقى حتى بيطلبوا تاجيلها شويه عشان تبقى في وقت ما يكونش فيه مدارس او امتحانات او ما يكونش في رمضان، كمان تيجي بعد رمضان، على اساس ان يتم تنظيمها في وقت مناسب لكل الجماهير، نرجع الجماهير العائليه او الجمهور العائلي اللي كان بيروح وشفناه في 2006، كان بيبقى الاب والام والابن والاخ والاخت كلهم رايحين يتفرجوا على منتخب مصر. يا ريت، احنا عايزين نرجع دي. صحيح. فطبعا لازم يكون في تكاتف من الاعلام ومن الحكومه ومن الجهات الاهليه، سواء اتحاد كوره او اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب، وكلهم فيما يخصه ان 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 البطوله دي لو تم تنظيمها ان شاء الله باذن الله في مصر، يبقى لازم وخدنا الموافقه والحكومه ادت كارت احمر او زي ما بيقولوا الضوء الاخضر ان البطوله دي تتنظم، يبقى لازم هيبقى في تحركات سريعه جدا. صحيح. لان الوقت ما بقاش مساعتنا، قدامك 6 شهور هتبدا لازم لما نستضيف حدث زي ده نطلعه بصوره مشرفه، باحسن صوره باسم مصر، ويكون على غرار 2006، على غرار 1907 بطوله العالم للناشئين في 97، على غرار بطوله دوره الالعاب الافريقيه. مصر دايما رائده في التنظيم. يبقى لازم يبقى في تكامل، لازم نبقى في حاجه اسمها حوار مجتمعي مع الجماهير في كل مكان، في كل المحافظات. يا جماعه احنا هننظم، لازم يبقى يكون في جماهير هتكون على مستوى الحدث وتحضر وتشجع تشجيع مثالي. مش عايزين بقى ما حدث في 2012 وما بعدها، فيجب ان احنا كلنا نتكاتف وراء هذا القرار. أكيد. سواء ان شاء الله، وكل الامنيات لاتحاد الكوره الحالي طبعا هو بيشهد ان هو راح كاس العالم السابقه. صحيح. وتاهل البطوله كمان، فدي فرصه كبيره ان هو ينظم البطوله، وممكن ان شاء الله في فرصه كبيره ان احنا نحصل على البطوله. ده يا رب يبقى ان شاء الله خير لمصر وخير لشعب مصر. أكيد. وللكره المصريه في جمهوريه مصر العربيه. صحيح. طيب نرجع للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، اللي اكيد مستنيه تحديات جديده في الفتره اللي جايه. في مجلس اداره دلوقتي او في اجتماع لمجلس الاداره دلوقتي زي ما حضرتك شايف، ده الاجتماع في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. طبعا الاجتماع ده تكملة الاجتماع اللي كان موجود الاسبوع اللي فات برضه في الشيخ زايد. هو طبعا النادي الاهلي في الشيخ زايد في ملفات كتيره لسه مفتوحه لم يتم البت فيها او حسمها، ولكن من اهم الملفات اللي هتطرح النهارده هو طبعا تصديق العقد واعتماده عقد مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، والصفقات الجديده للنادي الاهلي الثلاثه اللي تم التعاقد معاهم، محمد محمود ومحمود وحيد وجيرال اللاعب الانجولي اول اغسطس الانجولي. هو لاعب كويس جدا، بيتميز بسرعات عاليه وبيتميز النهارده ظهر لاول مره في تدريب النادي الاهلي، في تدريب النادي الاهلي، وله مواصفات وقدرات فنيه وبدنيه عاليه. اللاعب ده صانع العاب على طراز جيد جدا، وهو ان شاء الله اتنبا له ان شاء الله هيكون يعني موفق في النادي الاهلي، هو وبقيه الصفقات اللي تعاقد عليها النادي الاهلي. ان شاء الله الفتره الجايه الاهلي زي ما بيقول هنقول شهر يناير او فبراير
بالتحديد، لان في اعتقد صفقه او اثنين في الطريق تانيين للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دايما بيشتغل في السريه التامه وصمت، وما بيحبش يعلن عن صفقاته، وده الاحسن. وطبعا ده اكيد اكيد انا معاهم كل، مع ان احنا بنتعب احنا كصحفيين ان احنا نحصل على المعلومه، ولكن ده برضو احنا بنساعدهم. والله هم قالوا لنا معلومه بنقول عليها، لقينا في اجتهاد او احنا بنمشي ورا معلومه بنحاول نجيبها بنجيبها. الاهلي الصفقات دي هتبدا تنتظم مع النادي الاهلي، محمد محمود ومحمود وحيد، بعد انتهاء او مع بدايه يناير ان شاء الله، في اخر شهر ديسمبر هيبداوا ينضموا، واكيد هينضموا في توقيت مناسب مع بدايه او تولي المهام الفنيه لمارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، عشان يبدا يوظفهم ويبدا يشكل بقى ويبدا يعمل طرق اللعب على حسب كل ماتش سواء محلي او افريقي. صحيح. شكرا ليك دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المصر، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. شكرا لحضرتك وشكرا لقناه النادي الاهلي على الاستضافه الجميله، ودايما موفقين في نقل الاحداث الاهلاويه والغير اهلاويه. شكرا يا ست. شكرا لكم مشاهدينا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. بكره هيكون معاكم زميلي امير هشام في حلقه جديده برده من كلام في الميديا. يوم سعيد على